فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن شيخنا، هذا يجعل استقلال المسلمين بمصنوعاتهم مطلبا شرعيا. الآن يروج أنه تصنع هناك بيوت الموضة، ولا بد من الموضة، هم يصنعون لباس المسلمين وحذاءهم حتى ألبسة النساء. المصنوعات لا بأس بها، استيراد المصنوعات من الأسلحة والمراكب والأقمشة وغير ذلك، مصنوعات لا بأس بها إذا كانت مباحة، مباحة الأصل، فلا بأس باستيرادها واستعمالها، لأنها ليست من خصائصهم. إنما النهي عن الأشياء التي هي من خصائصهم ويستعملونها هم لأنفسهم، هذا هو الذي نهينا عن التشبه بهم فيه.